فيقولون فلان مثلا عالم من العلماء، هم أشهر شيء عندهم تكفير النووي وابن حجر، فأجي أكفرهم، ومن لم يكفر الكافر إيش؟ رحنا كفرنا الأمة كاملة. يكفر أبا حنيفة والألباني، يحمد الله على أنه يكفرهم. طبعا ليس في كل المقولات، يعني ليس هذا إطلاقا، لكن في كثير من الأمور التي هي ليست من الكفر، التي هي ليست من الكفر. كتب الله وجهه. طيب، فهذه الفئة يأتون ببعض الآثار عن السلف، فتجد مثلا الإمام أحمد يقول من قال كذا فهو كافر، أو الإمام سفيان الثوري من قال كذا فهو كافر، فيقولون إذن هو كافر كافر. طب وين مشكلة هؤلاء الشباب؟ مشكلتهم أنهم اطلعوا على كتب السلف قبل أن يفهموا أمور كثيرة تتعلق ب، أو قبل أن يصبح عندهم القدرة على إدراك كتب السلف أو طريقة كلام السلف. فالآن القاسم بن سلام مثلا عندما يذكر لك قول عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب، بغض النظر هو ضعيف لكن هو استشهد به، فأنا طيب لو كنت من تلك الفئة أطلع ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب، أروح أكفر كل المغنين. ليش؟ لأنهم منافقون. والأصل المغني إذا كان مسلم يكفر؟ لا. ليش؟ ما أنا كفر، معصية. طيب، فأجي أكفرهم، ومن لم يكفر الكافر إيش؟ رحنا كفرنا الأمة كاملة. فهذا المشكلة. لا، وحتى لو جئت وقلت له الآن طيب ما هو المغني هذا؟ صح مغني وعنده فسوق، لكن يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، ويروح يصلي ويروح العمرة والحج وكذا. كل ما هو يقول لك نفاق، والمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. شوف شلون فهم غير الصحيح لما الإنسان يقرأ مثل هذه الأقوال. هو ما نؤاخذ عن السلف منهج كلامهم، طريقة كلامه، فطبعا راح يضل بهذه الطريقة. فالحمد لله، يعني الآن الإمام القاسم بن سلام يقول ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا، ولا جاهلا يعني جاهليا، يعني من أهل الجاهلية كافرا، وليس جاهلا بالمعنى المعروف، ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة. فالأصل عندما يقول هذا، طبعا ليس في كل المقولات، يعني ليس هذا إطلاقا، لكن في كثير من الأمور التي هي ليست من الكفر، يقصد أن هذه من أفعال الكفار، هذه من مقالات الكفار، هذه من لا تليق بمسلم، هذا ليست من أفعال أحد إلا أهل الجاهلية، النياحة ليست من عمل أهل الإسلام، الغش ليس من عمل أهل الإسلام، من غش فليس منا، هذه من أخلاق وسنن أهل الجاهلية وأهل الكفر، وليست من سنن أهل الإسلام. لكن واحد غش يجي نكفره؟ من اللي ما يفهم راح يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس منا، نحن مسلمين وهو ليس من المسلمين، إذا إيش؟ إذا كافر. فطلعوا من الإسلام بفهم غير صحيح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، هو في فرقة يعني أو فئة من الإخوة، أسأل الله لهم الهداية، يعني ضلوا بكلام السلف. يعني إذا كانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى قد يفهم بطريقة مثل قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، شفنا أنه جميع السلف حملوها على الكفر الأصغر. بسم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كتعليق يسير لو أريد أن أطيل في هذا التسجيل، كما ترى الذي رأى المقطع المقصقص رأى أن هناك أفكار طرحت في المقطع أزيلت من المقطع المقصقص،
لماذا؟ سؤال بسيط، لماذا تزال أو يزال قولي أني أتكلم عن طائفة تكفر بالتسلسل، تكفر جماعة ثم تكفر من لا يكفرهم حتى تكفر الأمة؟ لماذا يزال هذا الأمر؟ وهل يعقل أنه أزيل بغير عمد يعني هكذا؟ طيب، لن أطيل بهذا، لكن أريد أن أعكس الفكرة. هم فكرتهم من قصقصة هذا المقطع أن يقول محمد بن شمس الدين كان يقول قولا ثم صار يقول بغيره. لن أقول أين المشكلة، لأنه أساسا لا يوجد مشكلة. أي إنسان قد يقول قولا ثم يقول بغيره إذا استبان له الحق في غيره. وأنا تكلمت سابقا أني كنت أظن أن إمام دينهم وشاهد شرعهم يمكن أخطأ في مسألة ولا مسألتين، ثم لما عرفنا أنه أخطأ، ليس أخطأ يعني، ثم لما عرفنا أنه ينتمي إلى ذلك المنهج الأشعري فقلنا ما قلنا. لكن أنا الآن أريد أن أعكس المثال. لنفترض شخص معروف عندهم وهو أبو جعفر الخضيفي. الآن أبو جعفر يقول بمقالاتهم لا يرتضونها. لنتخيل، ويعني أسأل الله أن يعيذنا وإياه وإياكم وجميع المسلمين من المذاهب الباطلة، لكن كضرب مثال يتضح فيه ما أريد. لنفترض أنه انتقل إلى الإرجاء، ونعيذه وإيانا وإياكم من ذلك. فخلال يومين مثلا فكر هكذا وانتقل إلى ذلك المذهب. فجئت أنا أو أنت أو أي إنسان وجاء له بمقطع كان يتكلم فيه بكلامه المعروف الآن الذي لا يرتضيه المدجنة، وأنا قلت مرجئ، ما أردت أن يعني ألفظ كلمة حتى مدجنا، لكن الذي قصدته أنه يعني قد في المثال يعني وافقه. فجئت بعد موافقته لهم بمقطع له قبل أسبوع يقول الكلام الذي يقوله الآن، وقلت شوفوا هذا كان قبل أسبوع يقول هكذا وانتكس. ماذا هم سيقولون؟ سيقولون استبان له الحق واتضح له الحق ولهذا خالف الكلام الذي كان يقوله، وسيقولون إن الصحابة كانوا على الكفر وبعد ذلك آمنوا لما عرفوا الحق، وسيقولون خالد بن الوليد الذي كان يقاتل جيوش المسلمين وكان يقود جيوش الكافرين لما اتضح له الحق ودخلت بشاشة الإيمان في قلبه آمن وأسلم وصار من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضره مذهبه أو لا يضره كفره السابق. وإمامهم أبو الحسن الأشعري قد يضربون به مثالا أيضا فيقولون إمامنا أبو الحسن الأشعري كان على مذهب خسيس ثم بعد ذلك تاب من هذا المذهب وصلح. إذن هم يعرفون هذا، ولكن هذا يقال في الذي تحول إلى مذهبهم. لو أن شيعيا الآن اهتدى، هل يأتون الآن بمقطع له يتكلم فيه عن النواصب ويرد على الوهابية ويرد على كذا ويقولون شوفوا كذا ماذا كان يقول قبل سنة؟ أكيد لا. لماذا؟ لأننا في الفرضية هذه أنه اهتدى على مذهبهم ووافقهم، لكن عندما يخالفهم يفعلون ما تعرفون. فهذا والله من مما يشغل الشيطان فيه صبيان الناس، إذ يترك الحجة العلمية ويترك حتى، على فكرة المقطع المقصقص ما فيه لا حجة علمية ولا دليل شرعي. أنا في المقطع الذي عرضته قبل قليل نقلت كلام القاسم بن سلام وضربت مثالا وكذا، فكنت أتكلم يعني بحجة بحمد الله، لكن المقطع المقصقص ما فيه حجة، ما فيه كلام، لكن الكلام خالي الحجة، الكلام الخالي عن الحجة يصبح حقا. لماذا؟ لأنه وافقهم. المقصقص ما فيه الحجة،
ما في أدلة، ما في شيء، وما في نقول، لكن لأنه وافقهم صار صحيحا. والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وعلى فكرة الكلام الذي قلته في هذا كلام جميل ومهم، ولا بد من أن يعاد لفت النظر إليه، خاصة بعد أن عرفنا أن بعض الأقوام يسيئون فعلا. طبعا أنا أعرف ذلك من قبل، وقد يكون بعضكم يعرف ذلك قبلي أو بعدي، لكن يعني في أمور اتضحت من سوء فهم لبعض الناس لآثار السلف، فيأتي إلى الأثر الواحد أو قول الشخص الواحد من السلف ثم يجعله معيارا لإيمان وكفر غيره من الناس، أو حتى لو لم يكن شخص واحد، اثنين ثلاثة، لا يهم، وينظر إلى كلام السلف رحمة الله عليهم بمعزل عن الكتاب والسنة، يعني مثل الجاهل الذي يأتيك ويقول وفتحوا مسألة الصوت وكذا، وكفرين البخاري رحمة الله عليه لأجل هذه المسألة، وجاء بعضهم يقول محمد بن شمس الدين أساسا يقول إن كتاب البخاري لو أحرق، شوف هؤلاء سبحان الله، أقسم بالله، يعني الله المستعان. المهم يقول محمد بن شمس الدين يقول كتاب البخاري لو أحرق فالأحاديث التي فيه موجودة في الكتب الأخرى. جيد، فماذا يعني؟ يعني عادي أن يطعنوهم بالبخاري لأنه يقول إن صوت العبد مخلوق. طيب ما لكم لا تكفرون نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال زينوا القرآن بأصواتكم ففرق بين صوتنا وبين القرآن أصواتكم. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صوتنا وبين القرآن، كفروه. فالبخاري رحمة الله عليه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، والذين يعني تقلدونهم ما اهتدوا إلى الحق في هذه المسألة، الذين قالوا إن الصوت ليس بمخلوق أو يعني وعابوا على البخاري، أو الذين جاء لهذول ابن الكندري وكذا فايز، يعني أجل الله إخواننا من أهل الكندري، ناس طيبين، لكن أنا أقصد واحدا معينا منهم، لما يقول شيل صوته وحط لفظ عادي نفس الشيء. الآن هم صاروا على مذهبه وصاروا يطعنون بالإمام البخاري رحمة الله عليه. والطعن بالبخاري، ما هم هذه على هذه القاعدة التي هم يتبنونها بتكفير من لم يكفر الكافر، والبخاري كافر فبالتالي مسلم كافر، والنقولات التي نقلت عن البخاري التي يزعمون فيها أن البخاري على مذهب باطل أيضا نقلت عن مسلم، المسلم كان على مذهب البخاري وكان تلميذا للبخاري، فمسلم إذن كافر. والترمذي من أخص تلاميذ البخاري. فإذا أنا قلت في المقطع، طبعا المقطع أنا كنت أحاكي فيه منكري السنة المشاققين، سبحان الله ما كنت أريد أن أطيل، لكن طالما ذكرت الأمر كنت أقول للمشاققين منكري السنة الذين يقولون أنتم تتبعون البخاري تقدسون البخاري، كنت أريد أن أقول إن البخاري رحمة الله عليه في هذا الكتاب ما جاء بشيء لم يأتي به أحد، إنما الأحاديث التي هي موجودة فيه موجودة في كتب الأخرى، فنحن لسنا نقدس شخصية البخاري رحمة الله عليه، ليس البخاري هو الذي أتانا بهذه الأحاديث ولم يأتي بها أحد آخر. فكنت أجيب منكري السنة على ما يتوهمون أو يوهمون، فيأتي هؤلاء الآن الذين سلكوا السبيل الباطل ليستخدموا هذا الكلام ويقولوا طيب خلاص إذن يعني البخاري عادي يكفر كذا والأحاديث موجودة،
ورأيت شخصا يقول ترى عادي أن نكفر البخاري ونأخذ بصحيحه. يا سلام، أنت كيف تأخذ دينك من كافر؟ يقول لك عادي هو جمع. طيب كيف عرفت أنه جمع؟ يعني عندما يأتيك بهذا الإسناد الذي قد تجد هذا الحديث عند غيره، لكن بإسناد آخر قد لا يصح الإسناد عند غيره ويصح الإسناد تبع البخاري، فكيف ستعرف الرواة الذين وثقهم البخاري؟ كيف ستعرف أنهم ثقات؟ كافر يوثق كفار مثله. فهؤلاء فعلا يا إخوة اطلعوا على آثار للسلف وضلوا بسبب عدم فهمهم للمناهج التطبيقي عند السلف، وبسبب عدم فهمهم أساسا الآثار. اترك المنهج التطبيقي، لما يأتيك ويقول في عرضتها لكم أثر يقول إن أحمد بن حنبل قرأ بعض الكلام ولم يقرأ باقي الكلام لأحد الأشخاص، فقال كلاما يوافق كلام ذلك الشخص، فيبنون عليها أن الإنسان يعني حركاته عندما يصلي ولا كذا حركاته غير مخلوقة. ماذا يا رجل؟ ماذا تقول يا رجل؟ أبو موسى الأشعري لما عليه رضوان الله لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو عرفت أنك تسمع قراءتي القرآن لحبرت صوتي، يعني لحبرت صوتي لك، معنى الكلام تحبير. فلا شك أن أناسا قد يقرؤون آثارا للسلف فيضلون بسوء فهمهم لهذه الآثار أو بسوء تطبيقهم لهذا الكلام. يعني عندما تجد شخص لا يفرق بين غير المكفر وبين العاذر، طبعا بغض النظر عن المسألة ما هي، بغض النظر ما هو هذا الكفر ومن هو هذا المعذور، لا يفرق بين من لا يكفر تارك الصلاة مثلا أو لا يكفر شخصا ترك الصلاة، لا يفرق بين المسألتين، لا يفرق حتى بين من عذر شخصا وبين من لم يتبين له كفر هذا الشخص. لأن أحيانا على فكرة مثلا يأتيك مقطع فيديو واحد قال كلمة فيها سب لله سبحانه وتعالى، فآتي أنا أو يأتي شخص ما يقول أنا ما أستطيع أن أكفره، يقول لك سب الله. طيب بلكي هذا كان مقطع مقتطع من سياقي، يعني كيف سأكفره على هذا الفيديو مثلا؟ فهو لا يفرق بين هذا الذي لم يتبين له أن لم يتبين له كفر ذلك الشخص أو تلبس ذلك الشخص بالكفر، لا يفرق بين هذا الذي لم يتبين له تلبس ذلك الشخص بالكفر حقيقة وبين من عذر. يعني في فرق، الذي يعذر هو من ثبت عنده تلبس الشخص بالكفر، لكن هذا قد يقول لك أنا ما أعرف هذا أساسا، قال هذا الكلام مكره، قال هذا الكلام هو سكران، ولا أساسا ما قال هذا الكلام، كان المقطع مقطوع من سياقه، أيا كان. فيقول لك أنا ما ثبت عندي أن هذا الشخص متلبس بهذا الكفر أساسا، فهذا حال، والعاذر حال، وغير المكفر حال، الذي يقول لك مثلا سب الله أساسا ليس بكفر، هذا حال وهذا حال وهذا حال. كثير من هؤلاء لا يفرقون بين هذه الأحوال كلها، بين هذه الأحوال كلها. وكثير منهم ترى تجده حاله مثل حال أبي الحسن الأشعري الذي ذمت. ما الذي ذم في أبي الحسن الأشعري؟ أنه إنسان ما عرف عنه دين، ما عرف عنه مسائل في الفقه، ما عرف عنه مسائل في أمور كثيرة في دين الله سبحانه وتعالى، ما عرف عنه إلا تلبسي بعلم الكلام المذموم. هؤلاء تجد طائفة من الناس ما عرف عنهم إلا تلبسهم، إلا تلبسهم بتكفير المسلمين بهذه المكفرات، بل بمكفرات لو فكروا فيها جيدا لوجدوا أنها لا ترتقي لتكون خطأ فضلا عن أن تكون مكفرة. أي فهذا موجود، هذا يعني قصدي من الكلام أن هذا موجود عند جماعة من الناس، واعذروني على الإطالة، ما كنت أريد أن أطيل. صلى الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.